هذا الأكل عن جد طعمه طيب كتير. الشوربة اللي طلبتها جاهزة ما هيك؟ كله جاهز يا أنسي. من ايمت عاصرين هذا البردقان؟ قلتلكن انطروا شوي ليجوا الصبايا بعدين عصروا، شيلوه من على الطاولة. يلا بسرعة رفقاتي رح يوصلوا بعد شوي. هلأ كل الحلوين بيكون معهم مصاري ولا الأغنياء هنن هيك بيصيروا حلوين كلهم؟ مرحبا أهلين. فتت عالجنة يا نجمي. أهلا وسهلا. كل واحدة فيهم أحلى من الثانية، بس هالأمورة هاي غير الكل. شو كل هاد حبيبتي؟ شاطرة تقلينا عزمتينا عفطور خفيف مو هيك؟ ثواني مناخد سيلفي بالأول بعدين مناكل. ثواني بس لألكم، خدوا بوزات يا صبايا. ماني مبينة. يا الله ما عم نبين كلنا. رح جرب من هون. خلي الجرسون يصورنا. محتاجين مساعدة حبيباتي؟ حبيباتي. ايه صورنا. تكرم عيني. يلا لشوف، كالعادة لازم نقرب على بعض ونبتسم. قربوا أكتر لو سمحتوا. تمام تمام تمام، فرجوني أسنان اللولو. قولي على قلبي ابتسموا يا حبيباته. بس بقى خرسي شو صار لك. وهي أول صورة. وهيك خالصي، تفضلوا ارتاحوا. مو طبيعي كتير. الصور كتير حلوة، رح يطلعوا عسل وانت موجودة فيهم. بالمناسبة ركزي لي على الصورة الأخيرة. اي ماشي حالهم. ليكون مجنون شو عمل؟ انه ليش هيك يعني؟ هالبني آدم مو طبيعي عن جد، كتير غريب، مبين عليه سهيان ومانو سهل. رح ناكل هلأ، لا تنقي من أول القعدة، لا توجعي لي راسي. صبايا أنا كتير جوعانة. لو سمحت. تفضل. عطيني. مين هي البنت اللي لابسة أبيض؟ ما بتعيد الكلمة مرتين وكل أوامرها بتتنفس. خير إن شاء الله. هي مين بتكون؟ الأنسة إيلاديا، وهي حفيدة مالك الفندق. عم تمزح؟ حفيدة هارون ديمين؟ عن جد؟ يا لطيف على هالحكي. ناكل هلا وبعدين منروح، وبعدين منروح على السوق، شو رايكم؟ والله لازم شغلات. ايه موافقة ماشي. خلص تمام. انتي رح تروحي معنا؟ اتفقنا. ما رح تقولي تعبتي؟ ايه شو هالحظ هذا لحتى طلع لي هيك عيلة غنية؟ رح اكسب كتير من وراهم. اهلا اهلا اهلا، تشرفنا بمعرفتك اخيرا. فارس اسيا الشهم ماهر بيك، اهلا وسهلا. أنا نجمي. خير، باينتك مو كتير مبسوط. في شي زعجك أستاذ؟ يلا ما في مشكلة. إيه آسيا حكت لي كتير عنك، مشان هيك حبيت نحكي شوي أنا وياك. تفضل. ما بتخجل على حالك تستغل مرة مسكينة مشان المصاري؟ لا لا، هذا ما اسمه استغلال، خلينا نقول انه عم تساعدني شوي. وحسب اللي شفته آسيا مرة مسكينة، ما تحولت من مرة فقيرة لكنت عيلة غنية بتملك هيك فندق، حتى لو كانت تمثيلية هي ناقشت معه. قديش محظوظة انه التقت فيه. هي ما فكرت بالقصر وبالمصاري، كان كل همها اولادها وبس.
خذ المصاري وانقلع من هون على السريع وفورا. قديش في بقلبها؟ نص مليون. نص مليون؟ والله حلال على آسيا، بعد شقاها وتعتيرها لقيت بقرة حلابة. آسيا ما عاد بدها تشوف خلقتك مرة تانية. يا أخي لا تفهمني غلط، آسيا بالآخر بنت حارتي، أخيرا فيها تعيش مرتاحة، لهيك أنا مبسوط كرمالها، نقشت معها. بس في شيء لهلأ ما عم بفهمه. مرة ما بتعرفها ليش لحتى تاخدها على قصر عيلتك وعملتها مرتك كمان؟ قلي ليش هالكرم؟ قلي شو المميز بآسيا حتى تساعدها؟ لا تقلي إنك فاعل خير. شو قصدك؟ قلي على شو عم تلمح يا واطي؟ شو مفكرني عديم شرف مثلك؟ عيب عليك تقول عديم شرف. اسكت ولك. وإنك تستغل موقف هالصعب مشان المصاري، هذا اسمه الشرف؟ ما عاد بتقرب على آسيا أبداً، ولا عاد بتحاكيه هي ولا ولادها. إذا بشوفك هون أكيد بدي كسر رجليك، فهمت علي؟ فهمت ولا لا؟ طيب ماشي فهمت عليك. شبه ما بدك كل هالقد؟ على أساس كتير بيهمني؟ شو صار لك؟ كل شي بدي إياه هو المصاري، وبوعدك ما عاد أقرب على آسيا ورح أعمل حالي ما بعرف. خلص بقى اهدى، روق ولا تضوج علي. لا شفته ولا سمعته ولا حكيته، وما رح يصير غير هذا الكلام، صدقني ماهر بيك. أنا هلأ طالع من الفندق. سيرة آسيا ما بتفتحها مع حدا. إيه طيب تكرم، روق شوي. وهي ضحكت لك الحياة يا نجمي، والله إنك مرضي.